شو هالحكي يا ابني؟ أنا ما رح أعمل العملية يا عمي، بطلت، رح أستنى الموت ليجي لعندي. مو كنت عم بتحارب كرمال أختك ونور كمان، وعلى أساس رح تتجوز جيهان؟ جيهان خلص راحت عمي. وأنت استسلمت؟ تروح لوين ما بدها، أنت بتلحقها بتمسكها من إيده وبتجيبها. ما بقدر، هي تخلت عني وعن حبي كرمال عروة، وأنا بس كرمال انتقم من أمي أخي كان رح يموت، وجيهان مانا مثلي، قلبها طيب، ما بتترك عروة بهاي الحالة. سلمتها بإيدي لأخي عروة، ما رح ترجع، خلص خسرتها. كان بدي أحرق لهم قلبهم، حبيت إنه انزعلن علاقتهم ببعض لحتى يحسوا شوي باللي مرقت فيه، بس بدون ما انتبه أبدا حرقت حالي بدالهم. ألو جود بيك، مرحبا، أنا الدكتور عمر، ممكن تمر اليوم على المستشفى؟ طيب يلا، مسافة الطريق بكون عندك. خير يا ابن؟ أنا رايح بخاطرك. أهلا وسهلا جود بيك، أنا كنت عم دقق بصورك قبل العملية. ما رح أعمل العملية دكتور، ما بقى بدي. اسمعني، ترددك طبيعي كتير، في خطر بس. وما أجيت لحتى أسمعك. ما فهمت، أنت كان بدك العملية؟ بعرف، وأنا هلأ غيرت رأيي. جود بيك، بس الوقت مو لصالحنا، هاي فرصتك الأخيرة والعملية. ولا على بالي دكتور، أنا جيت لعندك لأطلب منك طلب، بس بدي سيطر على وقتي بالطريق، على الأقل تركني عيش الباقي من عمري بشكل طبيعي. ممكن تعطيني شي دواء ما يخليني أفقد الوعي؟ بس يا جود بيك، إذا ما بدك تعطيني قلي دكتور، أنا بقدر أتحمل، وكرمال أختي وابنها ما يخافوا، عم بطلب منك تكتب لي شي دواء. مستحيل، هالشي ما له دواء، وحب ذكرك انه كل ما تأخرنا هالحالة رح تزيد عندك، العملية هي الحل الوحيد لتحافظ على حياتك. خلص بروح على دكتور تاني.
لي قديش بقي من عمري دكتور؟ قديش بقي لي لموت؟ إذا بتعمل العملية أنا ما رح أعمل العملية دكتور، بدي تقلي قديش بقي لي لموت وبس. هاد مو أنا اللي بحدده. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.